لاحظوا المافيات في العالم، هناك مافيات السلاح، إذا ما اختلفوا يتقاتلون. مافيا تنهي مافيا بسفك الدماء. مافيات المخدرات إما أن يقتل بعضهم البعض في بعض الأحيان، أو أن تتعاون مافيا مع السلطات الأمنية في أي بلد من البلدان تتواجد فيه تلك المافيات لأجل إيقاع المافيا الثانية في شراك الأجهزة الأمنية، وهذا يحدث بكثرة. مافيات اللصوصية الدينية لا تشبه مافيات الأسلحة، بيع الأسلحة والاتجار بالأسلحة، ولا تشبه مافيات بيع المخدرات والاتجار بالمخدر، هي تشبه مافيات القوادين. لماذا؟ لأن مافيا هذا القواد تحاول أن تسرق زبائن مافيا القواد الثاني. وأعتقد مر علينا كيف أن المرجعية النجفية أكرمت شيخ القوادين وأكبر القوادين في العراق، وقدموا له سيف أمير المؤمنين هدية، وقلت لكم في حينها من أن شبيه الشيء منجذب إليه. فعلا هناك تشابه واقعي وعملي فيما بين مافيات القوادين ومافيات رجال الدين، إنها مافيات اللصوصية الدينية. فمرتضى القزويني تسلل إلى زبون من زبائن كما هم يتصورون، وإلا فإن سلطان البهرة يضحك عليهم، يعدهم حميرا وهو يقدم لهم العلف لأجل أن يحافظ على مصالحه في العراق ومصالح مجموعته وطائفته. ليس مهما هذا، المال ليس مهما عند البهرة، أموالهم كثيرة وكثيرة، أرقامها خيالية، فهذه الأرقام من الأموال مليون مليونان وحتى 100 مليون لا قيمة لها عند سلطان البهرة، لأن أتباع هذه المجموعة حالتهم الاقتصادية مرتفعة جدا، أكثرهم من كبار التجار، وحتى الصغار منهم فهم تجار ومن أصحاب المصانع والمهني والحرفي، أموالهم كثيرة وهم يغدقون بهذه الأموال من دون حساب على سلطانهم، على سلطان البهرة. أموالهم كثيرة، كثيرة جدا. على أي حال، المشكلة التي حدثت أن مرتضى القزويني تدخل متلصصا، مخاتلا، محتالا، كي يتواصل مع زبون من زبائن المافيا السيستانية للصوصية الدينية. هذا هو الذي جرى. إنما أكرر هذا الكلام كي تعرفوا الواقع الذي نحن فيه. أنا ما عندي من مشكلة مع مرتضى القزويني. صحيح أن مرتضى القزويني يحارب وبإصرار ذكر الشهادة الثالثة بنحو الوجوب في التشهد الوسطي والأخير، إنه يحارب هذا الأمر بقوة. الناس تسأله لأنهم يعرفونه بأنه آية الله، وبأنه مفسر القرآن، وبأنه يمثل المرجعيات الدينية، وبأنه الناس تسأله عن هذه المسألة حينما تطرح في قناة القمر، إنه يجيب بقوة وبشدة ويمنع الناس من ذكر الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب في التشهد الوسطي والأخير، ويصر على أن الصلاة باطلة. يا سيد مرتضى، هو أنت صلاتك ما تعرف تقرأها، صلاتك باطلة أساسا بحسب المذهب الطوسي، صلاتك باطلة، أنت ما تعرف تقرأ، لأن أنت مفسر، مفسر عظيم، مفسر عظيم. مثلما يسرق صلاتكم وهو يملأ عقولكم بهرائه التفسيري، فمثلما
يسرق صلاتكم بصلاته الباطلة حينما يصلي بكم إماما، ويسرق عقولكم بهرائه ليس التفسير وإنما التفسي، ويسرق أموالكم تحت عناوين المشاريع الخيرية، ها هو يضحك عليكم برد من مصاديق التثويل والتجهيل. هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي، والأمر هو هو في سائر المذاهب العباسية الأخرى وعند البهرة وعند غيرهم وفي سائر الديانات. رجال الدين في العالم هم أبناء إبليس، أبناء إبليس.